بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله راح نقدم مع بعض حلوة طبقات بالعسل رائعة جدا جدا. نهار الأول كامل راح نوجدو لاكخيم الكريمة نتاع باتيسير، لازم نحطوها داخل الثلاجة باش تبرد لنا. إذا عندي ريتلة نتاع الحليب ودرت 4 مغارف نتاع السكر، تقدروا تروحوا حتى ل5. إذا زدت 2 حبات بيض وراح نزيد 5 مغارف نتاع الفارينة. إذا نديرو 5 مغارف نتاع السكر و5 مغارف نتاع الفارينة والفارينة ولا مايزينا، وديروهم بومبي باش الكريمة تاعنا تخرج لنا خثرة جدا جدا. إذا هنا غربلت الفارينة مع مايزينا، درت 3 نتاع فارينة و2 مايزينا، نخلطوهم كامل بارد في بارد، ندير قرصة تاع الملح، نخلطهم كامل مليح حتى نوين نحلو هذيك الفارينة والمايزينا والسكر في الحليب، والزوج حبيبات هذوك نتاع البيض نحلوهم كامل في الحليب، نخلطوهم مليح ومن بعد نحطوهم فوق النار حتى نوين يتبقبق لنا، بعد نحوهم. هايلك بعد ما طاب لي هذيك الكريمة طابت خرجت رائعة. انا نفضل ما ندير لهاش الزبده. اذا هنا درت مغرف صغير نتاع لافاني، نتوما ديروا لافاني اللي حبيتوه، يعني ديروا لافاني ولا يعني لاغوم اللي حبيتوه اللي تفضلوه اللي تحبوه ديروه. انا درت لافاني وانتوما ديروا واش حبيتوا. هنا رايحه نفرخها داخل الغيسيبيون هذه باش تبرد لي، نغطيها كامل بالورق نغطيها ومن بعد نخليها في الثلاجه. اذا هنا راح ندير العجينه. عجينه عندي 3 حبيبات نتاع البيض، نزيد 2 مغارف نتاع السكر، نتوما تروحوا تقدروا ديروا حتى 4 نتاع مغارف لا حبيتوا الحلاوه. هنا راح ندير 5 مغارف نتاع العسل هكذا، ديروا 5 مغارف نتاع العسل ولا 4 كيما حبيتو، تحبو تنقصو تحبو تزيدو الحلاوة تبقى ليكم نتوما. إذا هنا بعد ما درت البيض مع السكر والعسل حنخلطهم هكذا جميع، يعني نخلطهم مليح مليح، ومن بعد راح نزيد نص كأس نتاع الزيت هكذا، نصف كأس نتاع الزيت، نخلطهم هكذا كامل مع بعض، يعني نضربهم برك هكذا شويه برك، ما كانش يعني حاجه اللي تشد لنا اليد ولا باسكو السكر ما درتش بزاف. اذا هنا راح ندير لها لاغوم نتاع الكراميل، بما اني راح ندير العسل مليح يعني الكراميل يتوالم مع العسل. هنا زيت مغرفه نتاع لافاني باش نعزز النكهه، ونخلط مليح مليح، ونزيد مغرف متوسطة نتاع هنا درت شوية نتاع الملح، ونزيد مغرف متوسطة يعني نتاع البيكربونات، هذه تندار بالبيكربونات ما نديروش الخميرة نديروها بالبيكربونات. على فكرة كل ما نديرو العسل يعني نفضلو نديرو البيكربونات. إذا نخلط كامل هكذا باسكو البيكربونات يعطيها لها شاشة وزيد يمدلها اللون اللون المارو هذاك. راح ندير الفرينه ما نقدرش نقول لكم فرينه على حساب كل وحده الفرينه نتاعها الى تشرب ولا لا. صافي راني ندير برك هكذا ونشوف حتى تتلم لي العجينه، يعني باينه بلي حتى تتلم العجينه، والعجينه اللي تندار بالزيت ما لازمش نلموها حتى وين تيبس، لازم نديروها متوسطه برك باسكو راح تشرب لنا. اذا هنا راح ندير الفرينه هكذا حتى تتلم لي العجينه كما راكم تشاهدوا. صدقوني هذه الحلوة رائعة جدا، وخاصة بمناسبة يعني الأفراح كل وحدة وش عندها تقدر تديرها وتعتمد عليها تنشرب بالجازوز. هيلة هيلة هيلة. إذا هنا العجينة بعد ما شوفوا هنا يا خليتها ارتاحت 5 دقائق ومن بعد جبتها، وراح نديرها 3 كريات حسب السنيوة اللي عندكم. إذا كان السنيوة تاعكم كبيرة ديروها يعني 3 وإلا كانت صغيرة شوية ديروها 4 كريات. إذا هنا راح ندير كريات متساوية، درتها 3 كريات
ونغطيهم بيد ما نوجد ورقة الطهي ونوجد سنيوة، وبعد نجبدها في ورقة الطهي ونطيبها فوق الظهر نتاع السنيوة. شوفوا هنايا وجدت الورقة ورقة الطهي وجبت هذيك الكرية الأولى حليتها كامل حتى ندت لي الشكل نتاع الورق هذيك الطهي وحطيتها فوق ظهر نتاع السنيوة. من بعد تجبدوا الفرشيطة وتضغطوا عليها هكذا كامل، ديروا لها لي تخو هذون باش ما تنفخلناش. اذا هكذا. من بعد انا كنت شعلت الفرن، يعني شعلت الكوشة لدرجة 160 درجة، بعد راح نديرها لداخل طيب يا ربي 10 مينوت تخرجوها تلقاي يعني لا كولور تاعها ولات مارون فونسي. ومن بعد نخرجها، لازم تعسوها باسكو ما تديرناش الوقت بزاف. اذا راح نزيد وحده معكم تشوفوها يعني كيفاش راني جبت فيها في الورق الطهي. شوفوا كيفاش دات كامل هذيك لافورم. من بعد راح نرفدها فوق ظهر نتاع سنيوه ونبيكيها كامل بالفرشيطه، ومن بعد نديرها داخل الفرن ونزيد العملية الثالثة حتى نكمل كامل هكذاك. من بعد نديرو المونتاج. شوفو هنايا كامل هكذا نديرها داخل الفرن تمتم طيب يا ربي 10 مينوت هامليك. بعد ما طابولنا شوفو الشكل، شوفو لاكولوغ تاعها كيفاش، واحد الريحة تاعها هايلة باسكو العسل هذاك هو اللي راه يمدلها الريحة مليحة. شوفوا هنايا خرجوا لي ثلاثه ويعني متساويات. شوفوا هنايا لاكريم هذاك بعد ما برد لي وزدت له كاس نتاع لاشونتي ضربته كامل هكذاك مع بعض وعطيت له النكهه نتاع الكراميل كيما قلت لكم. بعد راني ندير لازم ديري طبقه نتاع لاكريم مليحه هنا هكذا نسويها كامل هكذا. صدقوني يعني بمناسبه الافراح ان شاء الله يا ربي ربي يفرحنا كامل اجمعين، تقدروا ديروها في المناسبات عندكم عندكم الباك تقدروا ديروها وتفرحوا بها ولادكم وتفرحوا بها كل اناس اللي يحبوكم. اذا هنا راح نديرو هكذا ونديرو طبقه فوق الاخرى. تقدري ديريها بلا كونفيتور مي انا نفضل الكريمه هذه باسكو تجي خفيفه وتجي مليحه وتطريكم هذيك الطبقات ومليحه مع الكازوز. يعني انا جربتها وان شاء الله تجربوها نتوما وتشوفوا يعني الكلام اللي راني نقول باللي هايله هايله. اذا الطبقه الاخيره راح ندير برك شويه برك يعني نمسحها برك مسحه ونديرها داخل الثلاجه او داخل الكونجيلاتور لمده نصف ساعه. تشد لنا برك هذيك الكريمه هذيك تشد روحها ومن بعد نحوها هكذا هكذا نسويها كامل. شوفوا هنايا كيفاش خرجت. راح نديرها دروكا داخل الكونجيلاتور ولا الثلاجه. انا جبت 150 غرام تاع الشوكولا درتهم في باماري وزدت 5 مغارف حليب حتى نوين يعني ذابت لي هذيك الشوكولا. ومن بعد راح نديرها من الفوق هكذا هي بارده ونديرها يعني هكذا تشد روحها تمتم. هنا انا درتها هكذا بصح زدت لها الكاكاو من الفوق خرج واحد الشكل هايل. اذا تقدروا تخلوها هكذا تقدروا ديروا لها زيكزاك تاع شوكولا فونسي ولا شوكولا بولونش ولا تقدروا تخلوها هكذا. اذا دو بريفيرونس يعني انا زدت لها شويه تاع الكاكاو باش نحي لها هذيك الحلاوه الزياده وثاني تخرج مليحه مع هذه السخانه باش الشوكولا هذيك تشد روحها. اذا راح نقطعها. شوفوا هنايا بعد ما قطعها مربعات انتما تقدروا تقطعوها مربعات مثلثات مستطيلات كما حبيتو. صدقوني خرجت رائعه جدا جدا خاصه الى خليتيها حتى الغدوه هذيك راح تشرب كامل هذيك الكريمه وتخرج لك طريه جدا جدا. اذا ننصحكم يعني جربوها وان شاء الله يا ربي كما قلت لكم ان شاء الله ديروها للافراح للاولاد تاعكم يفرحونا يا ربي العالمين. اذا شوفوا هنايا كيفاش خرجت نوري لكم عن القرب يعني الطبقات هيلة هيلة عندها واحد الذوق رائع جدا. اذا شوفوا هنا كيفاش راهي تنقسم طريه طريه هيلة هيلة. شوفوا راني نوري لكم طبقات من الداخل كيفاش راهم دايرين وشوفوا الطراوه تاعها بعد ما تبقى
لهذيك الغدوه تكون طريه جدا جدا. اذا ما بقى لي غنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى الملتقى ان شاء الله مع ذلك الحين. سلام.